بطبيعة الحال فبحال هاد المسائل هذه كما كتعرف كما قلت لك، لا جمال سلامي، لا يوسف سفري، لا هشام بوشروان، عندهم كما قلت لك الاكسبيريونس كبيره في المنافسات الافريقيه، تعودوا على هذه الاشياء هذه كما قلت لك، فهذه كتكون حرب نفسيه. الفريق الكونغولي تي بي مازيمبي كيحاول بجميع الطرق انه باش يشتت التركيز ديال المجموعه الرجويه، ولكن ان شاء الله كما قلت لك فالحمد لله عندنا لاعبين في المستوى، عندنا مدرب في المستوى اللي جاور فرق كثيره، لعب حتى هو كلاعب بطولات افريقيه، لعب كمدرب، نفس الشيء بالنسبه ليوسف السفري، نفس الشيء بالنسبه لهشام بوشروان، ما غاديش يوقعوا في هذا الفخ هذا، غادي يبقوا في التركيز ديالهم، وبحال هذه المسائل هذه ما كتاثرش على اللاعبين ديال فريق الرجاء البيضاء ولا المسؤولين ديالو، ان شاء الله غادي يتجاوزوا هذه المباراه هذه بطبيعه الحال، لان اي لاعب كيتعرض لهذا الشيء هذا التشويش وكيتعرض داك الشيء اللي تعرض ليه مارونغو، فكيبغي انه يدخل المباراه يبين للناس بان هذوك الناس اللي خرجوا هذه المسائل المغلوطه هذه، بان مالونغو مع الرجاء ومالونغو غادي يسجل ان شاء الله، ولا اي لاعب ما غاديش نقولوا مالونغو هذاك الشيء، فاي لاعب ان شاء الله غادي يدير المجهود ديالو كما قلت لك، ان شاء الله انا حاس بان فريق الرجاء البيضاء غادي يسجل في لومونباشي ان شاء الله، وغادي يجيب لا كاليفيكاسيون اللي تعطيه واحد الارتياح كبير انه ياخذ مباراه ديال الكوب داراب ولا المباراه ديال البطوله الوطنيه بواحد الارتياح كبير، ومن بعد يكون التفكير في المباراه القادمه في عصبه ابطال افريقيا.